عندما ينتشر السرطان خارج الثدي فأين يذهب؟ إذا أخبرك طبيبك أن سرطان الثدي قد انتشر إلى أجزاء أخرى من جسمك، فإنه في مرحلة متقدمة جداً مما لو كان في ثديك فقط. إن مدى انتشاره هو أحد الأشياء التي سوف يفكر فيها طبيبك عندما يخبرك بالمرحلة التي وصل لها السرطان. يعتبر سرطاناً منتقل إذا كان قد انتشر بعيداً عن ثديك. بالنسبة لبعض النساء يصبح شيئاً يعيشن معه لفترة طويلة. بالنسبة لنساء الآخرين فإن التركيز على التحكم بالألم ونوعية الحياة هو الهدف الرئيسي. الأماكن الأكثر شيوعاً لانتشار سرطان الثدي. لا يزال سرطان الثدي حتى لو كان وصل إلى عضو آخر. على سبيل المثال، إذا انتشر سرطان الثدي إلى رئتي فهذا لا يعني أنك مصابة بسرطان الرئة، على الرغم من أنه يمكن أن ينتشر إلى أي جزء من جسمك. فهناك أماكن معينة من المرجح أن يذهب إليها، بما في ذلك الغدد الليمفاوية والعظام والكبد والرئتين والدماغ. الغدد الليمفاوية. الغدد الليمفاوية تحت ذراعي داخل ثديك وبالقرب من الترقوة الخاصة بك، هي من بين الأماكن الأولى التي ينتشر سرطان الثدي إليها. عندما يتم تشخيص سرطان الثدي يجب على الطبيب فحص الغدة الليمفاوية بالقرب من الورم لمعرفة ما إذا كانت مصابة به. يساعد النظام الليمفاوي على استنزاف البكتيريا والأشياء الضارة الأخرى من جسمك. قد لا تلاحظ الأعراض إذا كان سرطان الثدي في هذه الغدة. العظام. عندما يكون سرطان الثدي في عظامك يكون الألم عادة هو العرض الأول. يمكن أن يؤثر على أي عظم بما في ذلك العمود الفقري والذراعين والساقين. في بعض الأحيان قد يكون العظم ضعيفا بما يكفي لأن ينكسر، لكن العلاج غالبا ما يمنع ذلك. إذا كان السرطان وصل إلى العمود الفقري يمكن أن يسبب مشاكل في سلس البول أو الذهاب إلى الحمام. قد يكون لديك أيضا خدر أو ضعف في جزء من جسمك مثل الذراع أو الساق. يحدث ذلك عندما يكون هناك ضعف على أعصاب الحبل الشوكي. الكبد. إذا كان سرطان الثدي ينتشر إلى الكبد فقد يكون لديك ألم في بطنك لا يختفي، أو قد تشعري بالانتفاخ أو الامتلاء. قد تفقدي أيضا شهيتك وفقدان الوزن. قد تلاحظي أن بشرتك وبياض عينيك تحولان إلى اللون الأصفر وهو ما يسمى باليرقان. يحدث ذلك لأن الكبد لا يعمل بشكل صحيح. الرئتين. يمكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى الرئتين أو إلى الفضاء بين الرئة وجدار الصدر، مما يجعل السوائل تتراكم حول الرئة. قد تشمل الأعراض ضيق التنفس والسعال الذي لا يزول والألم في الصدر. بعض الناس يفقدون شهيتهم مما يؤدي إلى فقدان الوزن. الدماغ. من الممكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى الدماغ. يمكن أن يسبب الصداع الذي يوقف توازنك ويجعل السقوط أكثر احتمالا. قد يكون لديك خدر أو ضعف في جزء واحد من جسمك. قد تتصرف بشكل مختلف أو قد تشعر بالارتباك أو حدوث نوبات. العلاجات. قد تحتاج إلى الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي والأدوية. ستعتمد الأدوية التي يوصي طبيبك بها على نوع سرطان الثدي لديك. على سبيل المثال، إذا كان هرمون الاستروجين يحفز الخلايا السرطانية على النمو، فإن طبيبك سيختار علاجاً مختلفاً من شخص مصاب بسرطان الثدي حيث يقود بروتين معين نمو الخلايا السرطانية. تعتبر أدوية التحكم بالألم أمراً أساسياً أيضاً، حتى يمكنك الشعور بالراحة قدر الإمكان. اشترك في قناة إفادة حتى يصلك المزيد من المعلومات المفيدة، واضغط زر الإعجاب أسفل الفيديو إذا أعجبك الفيديو، واضغط زر عدم الإعجاب إذا لم يعجبك. شكراً للمشاهدة.